وابن صالح يدعو له. انتم عارفين هذا الابن كلما انت احبيت ابنك هذا، كلما اعطيت ابنك هذا رسالتك اوتوماتيكيا. انا اتذكر كنت اقولهم طريقه جميله، هذا اختم فيها عشان ما اطول عليكم، طريقه جميله اقولهم اطبقها حتى مع اولادي. لما اروح مسجد واحصل صندوق بالتبرعات ما احط فيه فلوس، لان في علم النفس علم البرمجه يقول لك اي سلوك حاب تحوله لعاده تحتاج الى 21 يوم تقريبا، 21 يوم تحول السلوك الى عاده عند الانسان، قد يزيد عند البعض وقد ينقص عند البعض الاخر نتيجه القناعات. ايش انا اسوي؟ بعد ما خلصنا نمر عند الصندوق، انا دائما اقول حال الناس صندوق اعتبروه رادار. الرادار في الشارع لما تمر عنده مو تسوي الرادار ايش نسوي احنا؟ نضرب بريك. لا حتى هذا اعتبروه رادار، اضرب بريك شويه، لكن هذا رادار جميل. اذا معك ابنك الصغير طلع ريال ريالين 100 بئسه 200 اللي عندك طلعه واعطيه ابنك، عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ايا كان عمره، اعطيه المبلغ هذا وقول له يا ابني ارميه في الصندوق، وقول له يا ابني لما تشوف الصندوق يا ابني خبرني، ذكرني ذكرني انا انسى واجد ذكرني ارمي. يقول لك ان شاء الله با. اليوم الثاني اعطيه، اليوم الثالث اعطيه، اليوم الرابع اعطيه، بعد 15 يوم سو نفسك نسيان، اعمل نفسك انك نسيان، يجي الولد ضربك با با صندوق صندوق، قول انزين ان شاء الله ان شاء الله اعطيه اعطيه. يا اخواني بعد سنوات قد تكون انت ما في هذه الحياه، وقد يكون ابنك هذه ابتعث الى دوله اخرى ما عمان يدرس، ويمر على هذا الصندوق ويتذكر ان والدي عودني من يوم صغير لما اشوف هذا الصندوق ارمي فيه اللي موجود. يطلع هذا الولد ويرمي وانت نايم في بيتك، لكن ايش سويت؟ سنيت سنه طيبه في هذا الابن. هذا لا ينقطع عمل ابن ادم.